في هذه التضاريس الجبلية بالأطلس الكبير بدأ سكان جماعة إغيل يضمدون جراحهم بعد الزلزال في هذه الجماعة الصغيرة بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها يوما بعد يوم الامور كترجع لمجاريها الحمد لله من اللي الطريق جاو يعني الدوله صفطت لنا جا العسكر جات التعاون الوطني جا اصحاب يعني الحمد لله الجمعيات المجتمع المدني داخل الوطن خارج الوطن الحمد لله بهذا الوقت كترجع لمجاريها تامين الطرق المتضرره جراء الزلزال اتاح تلبيه احتياجات الساكن على نحو افضل من اجل ضمان التعافي السريع للجميع واستمرار التمدرس للأطفال إضافة إلى خدمات الربط بالماء والكهرباء والاتصالات جاءوا الناس الاعانات ديال الجمعيات سميت المجتمع المدني والسلطات يعني جاءوا الناس ديال العسكر <applause> كاين اللي تريبات ليه الطار كاين ما بقى ليه والو كاين اللي مشات ليه عائلته كاين فهمتي المهم الحمد لله شويه الحركه شويه الحمد لله شويه بدات الحركه تدور شويه بشويه الحمد لله الأشخاص الذين دمرت منازلهم جزئيا أو كليا ما زالوا يستفيدون من أشكال المساعدات الاجتماعية والطبية لا سيما في الجماعات الأكثر تضررا من قبيل تلتني يعقوب وإيجوكاك وإغيل وأغبار